مساء الخير عليكم أصدقائي. قرأت تعليق واحد كاتب لي: أنت هم صاير وياك موقف؟ أنا صاير وياي هواي مواقف، واليوم اتذكرت موقف وحبيت أتكلم بالقصة اللي صارت وياي. القصة قبل لا أفكر أسوي قناة، والقصة قديمة لكن القصة حقيقية، ووقتها ما لقيت لها أي تفسير، والقصة مرعبة من الأخير. فإذا أنت تحب هيك نوع من القصص فيا ريت تشترك بالقناة وتفعل لي زر الجرس، وصلوا لي على الحبيب المصطفى، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي بقصتنا. بال2016 كنت بتركيا، وما صار لي يعني فترة من طالع لدولة ثانية ورجعت تركيا، وكنت أدور على شغل ومن صديق الصديق لغاية ما لقيت شخص، والشخص هذا رحت وسويت مقابلة وياه، كان اسمه حسن. وبعد ما عرف بي أنا عراقي فرح جدا، وهذا حسن كان سوري وبدأ يعاملني معاملة خاصة ويحبني، وصارت بيني وبينه علاقة طيبة جدا. بس أنا بذاك الوقت كنت مكتئب وما عندي لا صديق ولا حبيب، وأصلا ما أريد أدخل شخص الحياة نهائيا، يعني تقدرون تقولون منعزل. وكانت عندي جنطة وكنت مدخن بعد بشراهة، يعني حاط نرجيلتي بجنتي، وكنت أشتغل وياه. هو كان يشتغل بشركة، وهاي الشركة يقول يعني لا مال العراقيين أنا ما تصير عندي. كان يشتغل بمكان سياحي، وهالمكان هذا يأجرون به شقق يعني للناس، فكانت الناس تخابرة يقولوا له مثلا نحن نريد شقة، ويحجز ما أعرف شنو، وإحنا نروح نرتب الشقة هاي إذا بيها نقص، أو أحيانا نروح نستقبل ناس من المطار إذا كان مطار صبيحة أو إذا كان مطار أتاتورك، ونجيبهم لغاية الشقق. وأنا كنت أشتغل وياهم، وهو كان يحبني ويقول لي أنا قدس عقليتك، يقول لي أنت تعرف يعني ترتب الأشياء بمكانها وعندك أفكار حلوة. وفعلا أنا عندي هاي الشغلة، وكانت بالفطرة تخيل، وكان يسألني على أشياء ببيته، هاي تنفع ويا هذا، هذا اللون يقعد ويا هذا، حاول يعني يسوي علاقة لكن ما قدر، وقصدي على علاقة انه نطلع ونطوب. كان دائما يقول لي امشي وياي كذا، كنت ما اقبل، يعني على قد شغلي فقط. الشغل مات يبدي من الساعة 8 الصبح وينتهي الساعة 6 بيوم من الايام. خلص الدوام ماتي تقريبا على الساعة 6، وطلعت اتمشي، وحبيت اليوم ما ارجع للبيت، وهاي كنت اسويها بين فترة وفترة، اخذ نرجيلتي واروح اقعد بمكان على البحر بعيد، اشعل فحمي واخلي على أرجيلة واجلس وحدي ما اتكلم ويا اي احد، والمكان بعيد واظلم وما حد يوصلني، واجلس ادخن على راحتي. وكان عندي تليفون ايفون، وانتو تعرفون الايفونات تصرف شحن، يعني الشحن ما يظل بيها، واحيانا الباور بانك فاضي، او احيانا ما ماخذه وياي. وبهذا اليوم صادفت ما وياي باور بانك، وجلست وشغلت شوية أغاني وبديت أسمع ودخن بالأرجيلة، والحياة ماشية طبيعي لغاية ما جان اتصال. ناظرت عليه ولقيت حسن يتصل، وناظرت بالساعة لقيتها الساعة 8، شكلي راح أتأخر وما راح أضل سيارة توديني لبيتي. المهم عفته يتصل، وبعدين ضميت الغراض بالجنطة ورجع اتصل مرة ثانية، وعفته يتصل ما رد تفتح عليه خط، خفت يقول لي تعال المكان او انا محتاجك او كذا، فعفته يرن، وقمت لم بغراضي ورن مرة ثانية. اول ما رن مرة ثانية ما جاوبته، رد كتب لي رسالة ضروري كلمني. رجعت مباشرة انا اتصلت عليه، ها حسن خير؟ قال تعال للشركة ضروري اذا انت قريب، اياها اللي اخابره لو يوم زوجته لو طالع، انت وين؟ الصراحة انقهرت عليه وقلت له انا قريب على الشركة، 10 دقائق وأكون عندك. ومباشرة توجهت عليه، رحت لقيته واقف بالشارع بالباب مال الدخولية، الشركة هاي كانت بعمارة، لقيته واقف قلت له خير؟ قال رايدك بخدمة، ولا تعتبرها خدمة بدون فلوس، بس هذا فضل ما راح أنساه، تدري أنا أكو زبون عراقي عندي بين فترة وفترة يجي. واتصل علي ودز رسالة وقال لي ها الشقة اللي أنا كل مرة أخذها جاهزة؟ قلت له وش تريد مني يعني أنا؟ قال لي أريده من عندك، هو جايب ويا ضيوف ما أعرف زوجته ما أدري، المهم ما علي، أنا أريد من عندك.
تروح للشقة هسه وتاخذ الغراض اللازمة له، والغراض هي عبارة عن ترتيبات، يعني فرش أسنان، صابون، أشياء. هذا كان سيستم ونظام كامل، تعتبر يعني شقة مفروشة وياها عدة أشياء. وطلب من عندي بعد شغلات ثانية أخذها من المحل، يعني شوكولا على كيكة، قال لي تأخذهم وتخليهم بالفريز وتحاول تشغل كل الأجهزة اللي بيها وتشوف يعني شنو نقص بيها. قلت له تمام، وين الشقة؟ قال لي الشقة بفلان مكان، انت رايح لهناك؟ قلت له يمكن مرة او مرتين بس عادي عندلها. العمارة شقد رقمها؟ قال لي العمارة رقمها 36 والشقة رقمها 7. قلت له تم، راح اروح واشوف. وفعلا مشيت، وقال لي خليني على اتصال وياك. مشيت بالطريق لغاية ما فتت بالشارع اللي كان قايل لي عليه، وورا تقريبا 20 إلى 30 دقيقة يلا وصلت. اتصلت عليه وقلت له أنا وصلت وراح أسويها، بس أنا شون راح أرجع؟ أخاف أتأخر وما ألقى سيارات، وين أضل؟ طبعا هو انطاني نسخة من المفتاح. فاللي صار هنا، قال لي خابر على محمود، محمود عند السيارة مال الشركة، لكن محمود طالع. قال لي نسق وياه، ولما نتخلص شغلك انتضرب مكان بكوفي أي مكان ثاني، هو يجي وياخذك. هسه هو طالع خارج اسطنبول بهالكلام هذا. قلت له تمام، سد من عندي، وان التليفون قرب خلاص يطفى، يعني ما ظل بيه شحن نهائيا، لان كنت مشغل بيه اغاني واتصلت بيه هوايه وما عندي شاحنه له. فهنا انا خابرت على محمود وقلت له محمود اني بالشارع كذا بالبنايه كذا. طبعا محمود كان يندل كل البنايات لان هو دائما يتنقل بالسياره عليهن. قال لي خلاص اني شويه واجيك، انت ايش قد بتكمل؟ قلت له راح اخذ غراض يعني شغله نص ساعه، ساعه بالزايد. قال لي انا اقل ساعه واكون عندك. واتفقت انا ومحمود وسد المكالمه من عندي وراح. قمت نصيت رضاه بالتليفون في سبيل لا يطفى، ورحت للمحل جبت الغراض كلها. قال لي جيب غراض والزايد او الحاجه اللي ما مستخدميها هناك انت ضمها لي فوق بالمطبخ بالدروجه اللي موجوده. قلت له تم، يعني احنا متفقين على هذا العمل. ورحت جبت الغراض كلها وبديت امشي على كيفي وماكو كل شيء، لغاية ما شفت مرة بعد ما فتت من يم حاويات، والمرة كانت جالسة بين حاويتين، وهذا المنظر اشوفه يتكرر هواي في تركيا، يعني ناس تاكل من المزبلة، وهذا امر طبيعي، يعني نسبة فقر عالية جدا، فالناس تفتار واللي يدور كارتون وغيرها. المهم فتت ميمها، لكن المرية كان شكلها غريب، يعني انا فتت والحاوية كانت يعني جو الاضاءة مال الشارع، فكل شي مبين. المرة ملامح وجهها ما كانت واضحة، او هي حاطة على وجهها قطعة من القماش. الصراحة ما حبيت اظل طالع به، لكن قعدتها بين الحاويتين كانت تلفت الانتباه. كملت طريقي لغاية ما وصلت البناية، واول ما دخلت العمارة كان اكو درج واكو اسانسير، اكيد ما راح اصعد بالدرج، انا تعبان ورجلي بالقوه شايلتني. رحت مناك على الاسانسير والغراض وياي، انتظرت ينزل، كان بالطابق الاخير وما انتبهت بوقتها هالبنايه هاي منش كم طابق. بعد ما نزل للطابق الاول وانفتحت الباب، ظهرت الي بزونه سوداء او قطع اسود طلع من المصعد، وهذا المنظر طبيعي كذلك بتركيا، يعني القطط موجودة بكثرة، سودة حمراء أي لون، كل القطط موجودة. وأنا من نوع محب للقطط جدا، خاصة السود، حتى كان عندي قطة أسود مسميه روني، يعني ما أخاف منهم وما أؤمن بذاك الوقت بسالفة أن الحيوان يعني على جن وما جن، لأن أنا أحبهم ومربيهم عندي، وكنت يعني أقعد يومهم ساعات حتى بالحدائق ذاك الوقت. وبعد ما طلعت أنا طببت الغراض ودست على الطابق اللي قال لي عليه، ما اتذكر يعني بالمضبوط يا طابق. المهم رايح للشقة رقمها 7، وبعدها صعد المصعد بيه وحده، وما كنت تعرف انه هالمصعد هذا عطلان، والعطل ماته يا اما ينزل يعني الاخر طابق يا اما يصعد الاخر طابق. وبعد ما صعدت لي فوق شكل المكان شبه مهجور، والسبب المكان هذا كله شقق سياحية، الشقق السياحية ما تنسكن يعني أيام ولا راح تلقى بيها عالم بكثرة، يعني تلقى بناية كاملة يجوز بيها بيت يعني قاعدين بيه والباقي فاضي، هذا أمر طبيعي
والموسم ذاك ما كان موسم قوي مال سياحة، كانت الأجواء باردة. المهم رجعت المصعد مرة ثانية ورجعني لآخر طابق، وتعبت جدا، طلعت الغراض وبديت أمشي وناظر على البوب لغاية ما وصلت رقم 7، حطيت المفتاح بيها أحاول أفتح لكن بدون أي فائدة وبدون أي جدوى، شكله انطان المفتاح الغلط. وبعد محاولاتي حتى أفتح الباب وما انفتحت اتأكدت ان المفتاح غلط، وتليفوني طلعت حتى اخابر لقيته طافي، فاكيد راح اتصرف من يمي، واللي عايشين بتركيا يعرفون الباب اذا ما كانت يعني مقفولة من الداخل راح تقدر تفتحها بكارت مثل هذا مال البنك، يعني اي كارت قوي تحطه بين الباب وتنزله بهاي الطريقة وراح تقدر تفتح الباب. وفعلا هذا اللي سويته وقدرت افتح الباب. وأول شغلة سويتها شغلت الأضاءة اللي موجودة بالممر، الشقق تقريبا كلها تشابه بهالمكان هذا، فطبيت أتمشى. الشقة ما كانت شقة عادية، كانت شقة دوبلكس يعني بلكونات اثنين، شقة ضخمة ومرتبة، فبديت أمشي وأشغل بالأضوية مثل ما هو قال لي. الغريب بالأمر الشقة هاي كانت مرتبة ونظيفة وتقريبا كل الأشياء بيها بمكانها، وبديت أدور لقيت بيها نقوصات بسيطة، حطيت الكيك والغراض بالثلاجة وشغلت الثلاجة والأمور مشت طبيعي لغاية ما قعدت شوية، يلا هسه يجي محمود، 10 دقائق يجي محمود، نص ساعة يجي محمود، ساعة بالدعش ومحمود ماكو، ساعة دعش ونص وما هو، فقلت تاني خلاص تأخرت يعني ليش ما أطلع. فتذكرت بذاك الوقت أنا هسه إذا رجعت للبيت أول شي ما راح ألقى سيارة بالطريق، وثاني شي راح أرجع يعني لازم أطب للحمام وكذا، ليش ما أختصر أدخل للحمام هذا وأسبح وبعدين أطلع أروح، هو إيش عندي يعني الليل خلاص وخلاص، واني ما أخذ تاكسي ما أخذ ومتعلم يعني على الوقت المتأخر. دخلت للحمام مال هاي الشقة، بعد ما دخلت للحمام صار فد أمر غريب، بديت أسمع أصوات بالداخل مال الشقة كأنه واحد جاي يتحرك، وبعد ما قلت يمكن بالأربع مرات منه جاوبتني مرة عجوز تتكلم بلهجة عراقية، وسألتها قلت لها أنت منو، ردت علي من ورا الباب قالت أنت منو وش عندك بالحمام، قلت لها أني أشتغل بالشركة وإحنا نأجر، يعني قمت ما أعرف أتكلم وياها لأن مرة معقولة يجي أحد ودخل، سألتها وقلت لها أنت منو وشون دخلتي للشقة، قالت دخلت للشقة لأن إحنا مستأجريه وجيت أني، وبعدين ما سمعتها إيش قالت، قلت بس لا شكلهم وجوي وجوز هو دايخ وقال راح يجون الصبح أو الفجر احتمال طيارتهم هسه وجو مباشرة، استحيت من حالي عارب نص الحمام مالتهم، وسمعت المرة ما أدري إيش قالت لي بس يمكن قالت أخذ راحتك. فبعدين طلعت تاني وانشف بشعري وحاير غراض مطشرة بالصالة، طلعت ما اعرف شو اسوي، المرة وين راحت ما ادري، لميت غراضي بسرعة بسرعة بالجنطة، وكان تجي المرة من ناحية المطبخ تتمشى علي، كانت مرة عجوز لابسة دشداشة او ثوب يعني قصير لونه ابيض، وشكل المرة غريب، الجو بارد وهاللبس هذا لبس صيفي وما ينلبس، وهاي المرة كبيرة بالعمر يعني، فليش لابسة هي شي ما أدري، فقلت لها أنا أعتذر وآسف، قالت لا لا ما عليك، وكانت تحكي وياي بكل هدوء، بعدين سألتني وقالت أنت وين رايح، قلت لها راح أروح لبيتي وأعتذر من عندكم، وأنا ما أدري هو قال يعني يجون الصبح أتكلم وياها طبيعي، كانت تقول لي عوفك من هذا الكلام، أنا ما أقدر أضل وحدي وترى أني أخاف، وعافني وراح أخذ مرته وطلعوا يجيبون أكل، خلي يرجع وانت روح، أنا كل ظني هي تقصد على ابنها، وظليت جالس 10 دقائق وأنا خايف من عدها، المرة ما أعرف شون يعني لبسها، فسألتها وقلت لها أنت ما بردانة، قالت لا أنا ما أبرد، والمرة ما كانت طبيعية، وجهها كان ينطي على اللون الأحمر، يعني حمارها ما كان طبيعي بوقتها، وعيونها كذلك غريبة شوية يعني عيونها مو واسعة صغيرة والبياض كأنه أكبر من السواد، وكانت لما تتكلم وياي كأنه مختلة لكن تحكي بهدوء،
فبعدين قلت له هو يتأخر، قالت ما أدري وأشرت بيده. جتي وقعدت يمي وأنا كنت قاعد بالصالة مقابيلي وتناظر بوجهي والطالع، وأنا كل ساعة دنق راسي ما أريد أظل طالع به وتتبسم. فقلت لها أنا لازم أطلع، صاحبي ينتظرني ما أدري شنو. بعدين قلت يعني خل استغل الفرصة، يجوز جايبين غراضهم وعدهم شاحنة، خل خابر خل يجي وينقذني من هاي الورطة. قلت لها هذه الشاحنة، قالت أخذوا كل الغراض وياه وبس أنا خلوني، حتى جنتي ما نزلوها. لما قالت هاي الكلمة أنا هنا عدت حساباتي، يعني المرة معقولة نزلت من المطار بهذا اللبس؟ فقلت لها أنت وين كنتي؟ قالت ما عليك ولا تضل تسأل خليك قاعد. فقلت لها خلاص، أنا الصراحة كنت خايف فحبيت أطلع من الشقة. قمت يعني أتمشي على كيفي، سألتني قالت وين رايح؟ قلت لها للمطبخ أشرب مي، ولفت منك مباشرة على الممر على كيفي ورحت أفتح الباب حتى أطلع وأتركها أنا شغلي وكملته. أفتح بالباب والباب ما كانت تنفتح، شلون انقفلت ما أعرف. الباب إذا انقفلت لازم بيها مفتاح، يعني ما راح تقدر تفتحها، وما حسيتها غير وراي وكانت تقول لي أنا مو قلت لك خايفة، هو أنت وين رايح؟ جيتها على كيفها وصوتها بذاك الوقت رادوا يوقفون قلبي، الله ياخذك بساعيتها. المهم التفتت عليها وقلت لها أرد أطلع عني من قفل الباب، ابتسمت بوجهي وقالت ما حد قفل الباب، هو أخذ المفتاح وراح. زين زين هو من انطى مفتاح؟ شلون عنده مفتاح؟ بعدين قلت معقولة راح لهناك جاب مفتاح؟ فظليت دايخ، معقولة بهاي السهولة اجوي؟ ظليت أفكر والباب مقفولة. فقلت يلا هسه يجي محمود ويطلعني، وحاولت أتصرف طبيعي ورجعت مرة ثانية جلست بالصالة. فاتت هي تتمشي من قدام الباب وكان التفتت علي يعني وانطتني نظرة، نظرتها كانت غريبة، وكملت طريقها راحت للمطبخ. سوت صوت عالي، انكسرت حاجة بالمطبخ. قمت من مكاني حتى أشوف ولقيتها بوجهي شايلة بيدها صحن وبيمي، والصحن كان كبير، وراحت تتمشي وكأنها خايفة علي ينكب المي، وراحت للصالة مختلة عقليا ولا مجنونة، بس خل أشوف شنو اللي كسرتها بالمطبخ. رحت أتمشى بالمطبخ وكان ألقى قط لونه أسود جالس فوق على أحد الرفوف، أول ما شافني نط من فوق على الأرض وكان يدخل جوا المجلة مار الصحون، كانت أكو فتحة صغيرة دحس روحه ودخل لي جوا. تركته بحالة شرد من عنده ورجعت أتمشى على كيفي، لقيتها متمددة على الكنبة وحاطة رجليها لي فوق يعني هيجي معلقتهن. فظليت أطالع بيها كانت تقول لسه وصوت أريد أنام. قلت لها تمام أخذ راحتك. رحت أتمشى آني، وطبعا مثل ما قلت لكم أنا عندي شراحة، قلت خل أسوي أرقيل. رحت طلعت فحمات وقلت أقعد بالبالكون حتى ذا جو، على اللي سوتها بي المرة اليوم ما أطلع من عندهم واليوم أبات عندهم، هيك يعني بيني وبين نفسي. فرحت شعلت النار وحطيت الفحم والأمور طبيعية، طلعت الفحمات ورحت حتى أجلس بالبالكون، ما رحت أسوي دخان جوا. المهم جلست بالبالكونة والجو بارد وناظر، ماكو أي أحد بالشارع وهدوء بهدوء المنطقة، إذا الذب أبرة تسمع صوته. جالس ودخن والأمور طيبة والدنيا ظلمة والجو بارد مثل ما قلت لكم، وما أعرف شون فريت راسي، ناظرت باتجاه الباب مال البالكونة اللي كان نص يعني من النايلون ما أعرف شنو، هاي البوب يعني الجاهزة والنص الثاني من الزجاج. فكانت واقفة وتناظر بي بشكل غريب بشعرها اللي كان ما أعرف إيش بي منتول عبالك واقف، فتناظر بي بهاي الطريقة الصراحة خفت، وأنا بارتفاع منين راح أطلع وهي شو تريد ما أعرف. فقمت تقربت على كيفي قلت احتمال جوي، وجت تقول لي يعني جوي. تركت الأرقيلة بمكانها وفتحت الباب، لكن هي انطتنا ظهرها وراحت تمشي. فلميت الغراض بسرعة يعني من الأرض وحطيتهم بالجنطة ورحت أتمشي وراها، لقيتها متمددة بنفس المكان ورافع رجليها على نفس الرفعة وطالع بيها وهي نايمة. أضربها هسة على وجهها يعني من قفل الباب خاف هي؟ زيناني إيش وقعني بهاي المصيبة؟ تليفوني ما أقدر أشحنه، والصراحة أنا واقع بمشكلة وياه لحد ما اشتغل التلفزيون وحده، أول ما اشتغل راد قلبي يوقف.
كان تصحى هي. أول ما صحت صرخت وقامت تصرخ يعني بصوت عالي وتضرب على راسها، ما أقدر لا أروح ألزمها ولا أسكتها، ورحت على التلفزيون أريد أطفيه ما أقدر، لغاية ما جريت الواير من عنده وطفى. لكن يوم اللي جريتها وطفى الأضوية بالشقة كامل طفيت، وأول ما طفت الأضوية قمت أسمع أصوات غريبة كأنه مثل الريح يفوت من يم ذاني، شايفين الطنين مال الحشرات نفس الشيء يفوت قريب من يمي، وجسمي كل الشعر بيوقف من الخوف، وأقول هنتي وينك، وهي كل ساعة تجاوبني من مكان وتقول أني هنا. المطبخ كان بيه إضاءة قليلة من البنايات الثانية، يعني الشباك مالته كان على الخارج. رحت أتمشى حتى أشوف بلكي أجيب حاجة أشعلها، ويوم اللي طالعت اتفاجئت لقيتها واقفة عند الشباك وبس الخيال أو الظل مالتها. خفت وسويت نفسي ما أشوفها ورجعت، وعرفت أنه أكو خلل بالشقة هاي وأكو شي غريب يعني. فرحت عند الباب مال الشقة، لكن وصلت يمكن بعد دقيقة أتضرب بالحيطان وما أندلها زيادة، وبعدين تركت الباب لأن أيست من عدها وأصلا ما تنفتح، ورجعت كانت أكو فتحة بصفي مال الصالة. دخلت للصالة وعلى أول كنبة جلست، وما أعرف يعني جالس أحس أكو أحد قريب مني، وأقول هانتي هنا، وما كانت تجاوبني. أنت موجودة؟ وما كانت تجاوبني، لحد ما حسيت إيد لزمتني بهاي الطريقة من إيدي، قلت لها أنت وين هديني، وكان تصير ركضة بالمكان. بعدين شفت إضاءة جاية من الممر، فقمت أتمشي وكان أشوف الضوء هذا صادر من الحمام. صح الضوء ما كان قوي، لكن صادر من الحمام كأنه واحد شايل بيده كشاف وضوء ناصي. رحت على كيفي أتمشي، وكان يطلع طفل ملابس شي ويركض، ركض وياها ضحكة، وكمل ركضته وما عرف وين اختفى بعد ما طفى الضوء اللي كان ماسك بإيده. هنا أنا عرفت المكان مسكون بجن. ما أخفي لكم الأمر، هواي أكو ناس يقولون الشقق هاي مسكونة، أو الشقق شي ما يجي بيها أحد وما تعرفون شنو اللي يدور بيها، اللي جايب صاحبته اللي سكران، هواي أشياء تجلب الجن يسوه. فأنا وقعت بأحد هاي الشقق، شلون راح اطلع ما ادري، لحد ما صرت اضرب على الباب بكل قوتي بلكي يجي احد يعني، او يتصل على الشرطه يقول اكو ازعاج ويجون يفتحوا لي الباب. وانا جاي اضرب بيها اسمع صوت مال خطوات قريب مني يروح ويرجع يروح ويرجع. الحمد لله والشكر بديت اقرا قران، شكو ايه كنت حافظها بديت اردد بيها لكن يعني بداخلي، وبعدين صرت اجهر بصوتي لحد ما انسحبت، والسحبة كانت قوية وكانت كفيلة انه تخليني اسقط على الارض، لان كانت جواية حفاية او مشاية هاي اللي مكتوب عليها ويلكم اللي يحطوها بالارض. اول ما انسحبت هي كانت جواية فزلقت بيها وسقطت. يوم اللي سقطت حسيت يعني اكو احد اجا ووقف قدامي. بالظلام لما تبقى فترة صغيرة انت كأنه نظرك راح يتأقلم، يعني تقدر تشوف اشياء. حرفيا شفت واحد واقف وعيونه ما كانت طبيعية، عيونه تنطي على حمار لكن حمار داكن. من الخوف دخلت مباشرة للصالة اللي كانت قريبة مني، وجلست تقريبا بالزاوية ومارتها قريب من الشباك اللي كان على ظهر جيران، والحمد لله والشكر اشتغل الضوء مال الجيران بهذه الغرفة. قمت حتى افتح الشباك، الشباك ما كان ينفتح، ما اعرف يمكن حاطين براغي، وكنت اسمع حركه بعدي والاصوات مستمره بداخل الشقه، الاشياء اللي تسقط على الارض وواحد يضحك. ركض الطفل هذا يناظر بي تقريبا، او قمت اني اتخيل واشوفه حتى بالسقف، لكن ما اعرف شلون ظليت ما طار عقلي بساعيته. وحقا ارتعبت بذاك الوقت، لكن الحمد لله والشكر اكو يمي مسجد قريب ما كنت ادري بيه. وبعدين سمعت الصوت مال الاذان عالي، انا ما عندي ساعة يعني ما قدرت انام، طارت النومة مني، قضيت وقت بهاي الشقة ويمكن ما موجود احد. واول ما اذن بعدها يمكن يعني اقل الدقيقة بعدها مستمر يأذن حي على الفلاح حي على الفلاح، وكان يرجع الضوء بالشقة كامل. طالعت ماكو شي، رحت للمطبخ ما لقيت اي حاجة،
كأنه الأشياء اللي انكسرت واحد لمها، والشقة صارت طبيعي، كل شيء ماكو. لميت غراضي ورحت أتمشى باتجاه الباب، ما أعرف إذا الباب تنفتح أو لا. المهم رحت على الباب، بس مديت إيدي عليها كان تنفتح بإيدي بكل سهولة. طلعت من الشقة وأنا أتمشى على كيفي، رحت ونسيت فتحت الباب مال المصعد، لكن لقيت فجوة، يعني فتحت الباب لكن لقيت فجوة، فعرفت المصعد عطلان وما ينزل. نزلت على الدرج أتمشى، وأنا جاي أنزل على الدرج أمشي بكل حذر، وكنت بكل ثبات وعلى كيفي، لكن زلقت يمكن 4 مرات على الدرج. صح كنت خايف، لكن كان عندي يقين برب العالمين أنه ينجيني من أي حاجة، وكنت أقرب آيات من القرآن لغاية ما طلعت من البناية كامل. ويوم اللي طالعت ما كان بيها ضوء مشتغل، وشكلها متروكة أو شكلها ما حد ساكن بيها. صح الشقق اللي بيها كلها مفروشة وجديدة، لكن ما بيها أحد. بدأ النهار يطلع، رحت بوقتها وحتى لقيت سيارات، صعدت بسيارة ورحت للشقة مات اللي أنا مستأجرها، دخلت ونمت. نمت نومة طويلة، الجهاز ماتي ما شحنته، وقعدت تقريبا على الساعة 3 الظهر، يعني حتى للدوام ما رحت. مدورين علي، سائلين، متصلين، واني ما ادري. اول ما قعدت رحت حطيت فحميتين على النار، وسويت الي قهوة اشربها، وحطيت الجوال على الشحن. تعرفون انتم مستخدمين الايفون يدرون لما تخلي جوالك على الشحن، خاصة الجوالات القديمة، ياخذ له فترة يلا يفتح. حطيته على الشحن ورحت بين ما كملت، ولقيت كمية رسائل واتصالات مو طبيعية. هواي متصلين علي، انت وينك؟ ليش ما وديت الغراض؟ محمود وحسن، غريب يعني الامر. قمت واتصلت على حسن، قال لي انت وين؟ قلت له انا بالبيت. انت كذا، انت كذا، اصياح. قلت له جايك واروح علي للشركة ورا ما اخلص نرجيلتي، تقريبا قبل التعزيلة مال الشركة بنص ساعة. ويوم اللي جلست يمه قال لي اعتب عليك، الناس جوي وانت ما وديت. قلت له انا وديت، ورحت دليته بالشقة وشوفت الغراض وشوفت حتى الفواتير. ولما اجي الشخص اللي ينقلني على اساس اللي هو محمود، محمود يقول لي جيت وصعدت لي فوق ودقيت الباب مال الشقة وانت ماكو، واتصلت عليك لقيت رقمك مغلق. سولفت القصة الحسن والمحمود، بعد ما كملتها حسن قال لي اترجاك احنا 3 حكيت هاي القصة، ان اللي صارت وياك اتمنى من عندك ما تحكيها لاي احد من الموظفين او اللي يشتغلون عندي، مرعبة وخطرة، وهسه كلهم يبطلون وبعد ما يروحون، ما اريدك تقطع رزقي، الله يرضى عنك. ومن ذاك الوقت صار كل ما يدزني بوقات مغرب اول ما ادخل للشقة اسمي واقرا ايات من القرآن، اول ما افتح الباب مالت. بعدين قلت له انت منطيني مفتاح غلط وانا رحت له، تعرفون الغلط وين؟ كان بيه هاني. رحت على شقة ثانية، صحية كانت 7 لكن العمارة مو هي. اني رحت على 63 وهو بوقتها قال لي 36 البناية، يعني اختلاط او تشابه بالارقام. فانا رحت وما ادري نسيت وصعدت، والحمد لله والشكر كانت فاضي، ولو كان بيها احد كان افضل على الاقل، يعني خابرون الشرطة على بواحد تهجم علينا، ولا عشت ذيك الليلة المأساوية. لحد هاي اللحظة ما لاقي تفسير للي حصل لي، المرة هاي شرادت مني وليش خلتني جالس؟ وليش الأشياء حدثت؟ وأصلاً أنا ردت أطلع، يعني حتى إذا كان جن ويريد يتخلص مني المفروض يخليني أطلع بكل سلاسة. ولهنا أنا وتنتهي قصتنا لليوم، أدري بيكم استمتعتوا بيها، حطوا لي لايك لهذا الفيديو وادعموني واشتركوا لي بالقناة إذا كنتوا ما مشتركين، حتى نوصل الأكبر عدد ممكن. وانتظرون غداً بقصة جديدة.